أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن تعازيه ومواساته بوفاة الأدميرال جون سكوت ستيرني قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس الذي توفي بمملكة البحرين مؤخرا. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير الخارجية لسعادة السفير جاستن سبيرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمقر إقامته بمملكة البحرين، حيث أعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، معبرا عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها الأدميرال جون سكوت ستيرني في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.